مشاهدينا الكرام نتواصل معكم وها هي انطلاقتنا هنا الثانية عشر بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الثاني عشر والخاص بانطلاقة وتحديات. إذا هنا القعدان عفوا المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها في مسيرة هذه الأشواط. نتابع الصدارة والمقدمة طربان من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول بشعار حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني والمتسلل في هذه اللحظات هداد من الجانب الآخر أحمد بن سعيد بن منانة. هنا أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يقدم بهذه الانطلاقة الوصول من قبل برق ناصر بن غدير بن حمدان لوهيبي من يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع المنطلق جزيل مطر بن خلب بن مطر بن علوان لقتبي ويأتي صغان محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري على خامس المراكز والمركز السادس الواصل هنا سلطان بن علي بن رشيد لقتبي من يقدم لنا الواصل بهذه الانطلاقة على سادس المراكز. المركز السابع جراح القادم لسالم بن كاسب بن خليفة المسافري من يأتينا بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل بالذويب. هنا يقدم لنا الدرام للسهيل بن سعيد بالذويب العامري من يأتي بهذا الانطلاق والتحدي. المركز التاسع مشاغب حمدان بن حمد بن راشد بن غدير لقتبي وعلى المركز العاشر والمنطلق بهذه اللحظات على المركز العاشر والقادم بانطلاقته وتحدياته. هنا الثاير لمحمد بن خليفة بن مطير لعويسي من يقدمه على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط هو التغيير الذي طرى وجرى من صغان مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني جراح القادم سالم بن جاسب بن خليفة المسافري من يأتينا بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. يأتينا هناك براق ناصر بن غدير بن حمدان لوهيبي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع وصل الدرام هنا للسهيل بن سعيد بالذويب العامري من يقدم الدرام على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس الواصل سلطان بن علي بن رشيد لقتبي ويأتي ثاير محمد بن خليفة بن مطير العويسي منطلقا هنا بهذا الأداء. المركز السابع أول ندى لمخلاب أحمد بن حران بن حميد بن حميدان الفلاسي من يقدم هنا بهذه الانطلاقة والأداء. هنا الوصول من خريمة عيد بن خميس بن عامر العمري من يقدم لنا خريمة هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. وبن رشيد مع الشبابي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يأتي بالشبابي وهنا مخلهم شاغل مع حمدان بن حمد بن راشد بن غدير وياتي وليف سعيد بن مبارك بن القرين العامري. الله نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه الى صداره هذا الشوط وصغان المسيطر على الصداره وعلى المركز الاول. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع على الصداره وعلى المقدمه. جراح في المركز الثاني، سالم بن جاسب قريفه المسافري وبرق القادم برق ناصر بن غدير بن حمدان لوهيبي وهنا ايضا بن حمدان يقدم مخلاب على المركز
المركز الثالث مخلاب لأحمد بن حران بن حمد بن حميدان الفلاسي، ولكن صوغان المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم على صدارة هذا الشوط، وعلى المركز الأول مسيطر على زمام الأمور سلام منازف سلام، سلام منازف سلام على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز وناموس تهانينا. المركز الثاني وصل مخلاب أحمد بن حران بن حميدان الفلاسي، المركز الثالث برقة من أتانا لناصر بن نير بن حمدان لوهيبي وجراح سالم بن جاسم خليفة لمسافري والدرام من حل في المركز الخامس مشاهدينا الكرام لسهيل بن سعيد بن ذويب العامري. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام. هنا نعود إلى التوقيت الزمني، إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاهدينا الكرام صوغان مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري 6:04 جزئين من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس شكرا مسعيد على هذا الأداء، بينما المركز الثاني حل مشاهدينا الكرام ب6:05 سبعا من الأجزاء من الثانية. وصل هنا مخلاب لأحمد بن حران بن حمد بن حميدان الفلاسي وبرق لناصر بن غدير بن حمدان نهيبي من حل ثالثا بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق، هنا أيضا 5:08 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.